بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويسر لنا الإقامة في حرمك أو حرم نبيك، لأنه توفى يا رب العالمين، وشفعه فينا في أمور دنيانا وبرازخنا وأخرانا يا رب العالمين، واجعله ناظرا إلينا يا أرحم الراحمين، نحن وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلينا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين، عافنا وعافهم، واغفر لنا ولهم، وارحمنا وارحمهم، وفرج الكرب عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان، وأمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، خصوصا الحرمين الشريفين يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب لقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. فصل في الحكم بالبينة. في بعض النسخ فصل في أحكام الدعوى والبينات. القاضي إذا أراد أن يحكم في قضية معروضة عليه لابد أن يكون عنده بينة. البينة في الشرع الشريف إما شهود أو إقرار. يبقى الشرع الشريف عنده البينة إما شهود أو إقرار أو يمين. يبقى عندنا ثلاث أنواع من البينات في الشرع الشريف. البينة هي الشهود أو الإقرار أو اليمين. يبقى دي وسائل إثبات الحقوق عند القاضي، يا إما تجيب له شهود، يا إما يقر أحد الطرفين، أو إن إيه يحولها إلى يمين. وأحيانا ما يقدرش يجيب شاهدين، يبقى شاهد ويمين، يعني اليمين أحيانا يحل محل الشاهد. ونسخة الأحكام، الأحكام المقصود بها هنا جمع حكم، والحكم هنا المقصود به إلزام إنسان لآخر بحق، مأخوذ من حكم من حكمة اللجام. عارف أنت اللجام للدابة ليها حكمة بيحطها قائدها بين فكيها ويربط فيها الحبل، يقوم يمنعها من أنها إيه تلتوي إلى أي جهة لا يريدها، فاسمها الحكمة. فالحكم معناه إيه؟ معناه إلزام بحيث لا يلتوي عن الحق، بس إلزام إيه؟ من قبل القاضي. ونسخة الدعوة والبينات، الدعوة اللي هي لغة لها معنى، الدعوة دي لغة اللي هي الطلب والتمني. ربنا يقول إيه لأهل الجنة؟ لهم ما يدعون عند ربهم، يعني ما يطلبون ويتمنون. يبقى الدعوة هي الطلب والتمني لغة، لكن لها معنى شرعي، وهي إخبار بحق له على غيره عند حاكم. يبقى رفع الدعوة عند القاضي يعني إيه؟ يعني بيخبر الحاكم أنه له حق عند غيره، ليحكم الحاكم له بهذا الحق. يبقى لا معنى شرعي ولا معنى لغوي. فإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها إن عرف عدالتها، يبقى اللي بيدعي بيقول إن أنا لي حق عند فلان، ويقدم هذه الدعوة عند القاضي، لأن فلان ده لا يريد أن يمكنه من حقه بالتصالح، حصل نزاع، فالقاضي عند حدوث النزاع. فلما يقدم القاضي الدعوة لابد أن يقدم مع دعوة بينة، يعني إيه؟ يجيب معه شهود أو يجيب معاه ما يثبت دعواه. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها،
إن عرف عدالته. طبعا إحنا بقينا في زمن الشهود العدول قليلين، فالحكومات عملت حاجة اسمها الشهر العقاري. الشهر العقاري ده بيقوم بإيه؟ بأنه هو يثبت الملكيات بطريقة معينة، بحيث لما تاخد إقرار الملكية من الشهر العقاري حل محل الشهود عند القاضي. ليه؟ لأن الشهر العقاري عبارة عن إيه؟ قضاة قاعدين في الشهر العقاري يوثقوا الحقوق ويمضوا ويختموا، والمفروض إن هؤلاء اللي بيوثقوا الحقوق شهادتهم عند القاضي معدلة، بمجرد إن يأتي الورقة المختومة من الشهر العقاري يعتبر إن جلو الشهود. فاهم؟ يبقى الشهر العقاري ما هو إلا الشهود بس في العصر الحديث. فاهم؟ دلوقتي لو أنت معاك ورقة إثبات ملكية موثقة من الشهر العقاري، يعني أنا جيت قعدت في شقتك وفي حيازتي ومش عايز أسلمها لك، لكن أنت معاك ورقة تثبت إن الشقة دي ملكك من الشهر العقاري، طلبت مني إن أنا أخليها لك عشان هي ملكك، فأنا إيه رافض، تقوم تعمل إيه؟ ترفع قضية عند القاضي عشان يمكنك من ملكك وتقدم له هذه الورقة، يبقى دي بينة عند القاضي مقبولة، يقوم القاضي يحكم لك بإيه؟ بإيه؟ بملكيته، لأن يعتبر إن الورقة دي هي الشهود. طب أنا ما عنديش شهود، ما عنديش بينة، الشقة دي ملكي وكل حاجة، لكن أنا كنت مسافر فجم كسروا الباب الناس ودخلوا سكنوا فيه، رجعت أنا بعد سنة بخبط فتحوا لي، أقول لهم أنتوا إيه ده، أنتوا قاعدين فين؟ قالوا دي شقتنا، ده دي شقتي أنا كنت مسافر، إزاي قعدت؟ يقولوا امشي مالكش حاجة عندنا. فهمت إزاي؟ بتحصل حاجات زي دي كتير. معهوش ايه، وهو نسي لما اشترى الشقه دي يشهر ملكيته، فما عندوش ما يثبت، يقوم يعمل ايه القاضي، يعمل ايه؟ يجيب الناس اللي ساكنين، اللي جاي يجيب الناس ايه ويوجه لهم اليمين، طالما انا ما قدرتش اثبت يقوم ايه تتحول المساله الى ايه، الى يمين على المدعى عليه، يحلفوا ان دي شقتهم او مش شقتهم. اذا نكلوا قالوا لا مش هنحلف خايفين، يقوم يعمل ايه؟ يقوم القاضي ياخدها منهم يديها له. شفت بقى؟ اذا نكلوا، لو حلفوا القاضي يحكم ليهم، لان هم عندهم حيازه، فهم في ظاهر الامر موقفهم اقوى من المدعي اللي معهوش بين. فهمت بقى ازاي؟ يقوم القاضي يقول لك ايه؟ يقول لك اللي ساكنينها هي بتاعتهم، بس حلفوا كده خلاص كدب، دي ربنا يعاقبهم بقى في الاخر، لكن القاضي هيحكم ليهم. يبقى حكم القاضي لا يحل حلال ولا يحرم حرام، خد بالك، لا ده ممكن لا يحل حرام ولا يحرم حلال، ده مجرد لفض النزاع فقط، لكن ايه في الاخره ربنا يعاقبهم بقى. لكن انا طالما ما عنديش بينه هم حلفوا كدب، القاضي هياخد اللي يحلف. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده بيقول وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها. كان زمان ما فيش أيام، طبعا الكتاب ده متألف قديم، ما كانش عنده حاجة اسمها ورق إيه إثبات الملكية بتاع الشهر العقاري، فكانت الإيه البينة سماع الشهود، عشان كده لك سمعها الحاكم. الوقت يبقى قرأها اطلع عليها. فهمت بقى إزاي؟ أو سمعها إذا كانت شهود، سمعها الحاكم وحكم له به، الحاكم هنا اللي هو القاضي. إن عرف عدالتها، إن عرف عدالة الإيه؟ البينة. وإلا طلب تزكيتها. لو مثلا إيه؟ افرض إن أنا جايب له الورقة بتاع الشهر العقاري ورقة قديمة وقع عليها مية واتسلخفنت واتشطبت، يبقى هو مش متأكد منها أو شاكك إنها مزورة. يقوم يعمل إيه؟ يطلب استخراج نسخة أصلية من الشهر العقاري، عشان ايه يتاكد انها صح. وعلشان كده او طلب تزكيتها. وان لم تكن له اي المدعي بينه فالقول قول المدعى عليه بيمينه. لو ما عندوش بقى بينه يعمل ايه القاضي؟ يروح للمدعى عليه يقول له احلف ان هو مفيش حق عندك. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر.
ايه هو الظاهر؟ الظاهر براءة الذمة، الظاهر ان المسلمين امناء. فالظاهر المفروض ايه هو الظاهر؟ الظاهر ان كل المسلمين قدامي كده براءة الذمة. فهمت بقى؟ ده الظاهر. فلما يجي واحد بيدعي على واحد اخر يبقى بيخالف الظاهر، بيخالف براءة الذمة، بيدعي ان فلان ظالم واخد حقه، يبقى هو بيخالف الظاهر. فهمت بقى ازاي؟ والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر، الظاهر اللي هو ايه؟ بيقول لا ده ملوش حاجة عندي، الظاهر براءة الذمة، كلامه ده انكاره ده يوافق الظاهر اللي هو براءة الذمة. فهمت بقى؟ يبقى المدعي بيدعي عدم براءة الذمة فيخالف الظاهر، والمدعى عليه يوافق الظاهر لأنه هو بينفي شغل ذمته وبيثبت براءة ذمته. فهمت بقى الفرق؟ فإن نكل، لو المدعى عليه تحول الحق إليه إن هو يحلف اليمين لأن المدعي ليس عنده بينة، فإيه فنكل، نكل يعني إيه؟ امتنع، قال لا مش هحلف. فإن نكل عن اليمين المطلوبة منه ردت على المدعي فيحلف. يبقى إحنا إيه؟ نروح للمدعي نقول له هات بينة، معهوش بينة. نروح للمدعي عليه نقول له احلف. جاء المدعي عليه حلف، خلاص ياخد الحق ويمشي. حتى لو كان الحلف ده كذب ربنا يعاقبه، بقى مالناش دعوة، لكن احنا فضينا النزاع. يبقى شغلة القاضي وفض النزاع. وخلاص. طيب افرض ان المدعي عليه ما رضاش يحلف، نكل. يقوم يتحول الحلف للمدعي عليه، للمدعي بقى الأولاني. فالمدعي يحلف ان هو صاحب حق. فهمت؟ المدعي فيحلف حينئذ ويستحق المدعى به. والنقول ايه هو النقول بقى؟ ان يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي على اليمين انا ناكل عنها او مش هحلف. ولازم القاضي يعرفه انه لو ما حلفتش هنحكم له لو حلف. فهمت ازاي؟ لازم القاضي يبين له الحكم، والا ممكن هو يقول لك يعني ما انا قاعد انا شاغل المكان في حيازتي محدش هيطلعني. يقول له لا، لو انت رفضت الحلف يفهمه كده، هنخليه هو يحلف ولو حلف هناخد منك ونديك. لازم يبين له هذا الاول. فلو بين له كده وقال له برضه مش هحلف يبقى خلاص يحلف الثاني، لو حلف يبقى حقا. أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. وخد بالك أنه لازم أما يحلف يحلف على نية القاضي، يحلف على إيه؟ مش يوري بقى تورية، يقول والله ملوش حاجة عندي ويقصد إيه؟ اللي في جيبه. فهمت إزاي؟ يبقى كده بيلاوع بقى. الحالف هنا يكون على نية القاضي مش على نية الحالف. ليه بقى؟ لأن القاضي هياخد بالظاهر، فممنوع فيها التورية. واضح؟ وإذا تداعيا، أي اثنان، الصورة الثانية بقى، الاثنين جايين بيتخانقوا على حاجة معينة، جايين لسن هما الاثنين جايبين عربية ويقول كل واحد بيقول دي بتاعتي، لكن محدش فيهم معاه مفتاح، يعني دليل انها مش في حيازه احدهما، لكن لو اتنين رايحين للقاضي يقولوا ايه؟ يقول دي بتاعتي، والتاني يقول لا دي بتاعتي. خلاص؟ اذا تداعيا شيئا في يد احد، لو كانت السياره في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. يبقى لو تداعيا شيء والشيء ده في يد احدهما يقول لك اصله ايه؟ هو اللي في يده في حيازته، هذه الحيازة قوية عند القاضي، الحيازة قوية عند القاضي، فيقول له ايه اللي بيحوزها؟ طب احلف انها بتاعتك، احلف انها بتاعتك. لو حلف خلاص يقول له روح مالكش حاجة عندنا، هي بتاعتك. فهمت بقى؟ وإذا تداعيا، يعني اثنان، تداعيا يعني خصمان، الألف هنا ألف التثنية، شيئا في يد احدهما، يبقى في حيازة واحد فيهم، ف
فالقول قول صاحب اليد بيمينه أن الذي في يده له. طب وإن كان في أيديهما، يعني هما الاثنين ساكنين في شقة واحدة شغلنا، فهمت بقى ازاي؟ هما الاثنين قاعدين فيه وكل واحد رايح للقاضي يقول له ايه، يقول له الشقة بتاعتي، خرج لي الجدع ده، هما الاثنين حايزين الشقة، فهمت بقى ازاي؟ يبقى في يدي في يد كليهما، انما التانية الحالة التانية واحد ساكن والتاني بره والاثنين بيقولوا دي بتاعتي، فهمت؟ يبقى ساعتها وخد بالك معهوش بينة، يقوم يبقى القول القول صاحب اليد يعني اللي في يده الحيازة مع اليمين. طب هما في ايديهم الاثنين بقى قاعدين هما الاثنين فيها، فهمت بقى؟ او الاثنين قاعدين بيزرعوا فدان واحد مع بعض، وبعدين كل واحد يقول لك لا ده الفدان بتاعي، الثاني يقول له لا ده مش بتاعه، ده انا كنت جابه مأجره معايا وبيزرعه معايا بقى له سنين، فبيدعي انه بقى بتاعه، ده هو كان مزارع في ارض جدي، ولما جدي مات قال الي بالارث وفضلت تخليه هو يزرعه، وبقى له 10 سنين بيزرعه لحد ما دلوقتي بيدعي ان هي بتاعته. تحصل حاجات زي دي، فهمت؟ يبقى ايه؟ وان كان في ايديهما يعني في حيازتهما في وقت واحد، او لم يكن في يد واحد منهما تحالفا، يتوجه اليمين للاثنين، كل واحد يحلف انها الشقه بتاعته، طب الاثنين حلفوا، القاضي يحكم بنصها ليه والنص ليه؟ لا لا يقسمها بينهم، طالما قابله للقسمه يقسمها، طالما الاثنين حلفوا، فهمت بقى ازاي؟ شيء قابل للقسمه يقسمه، طب غير قابل للقسمه يبيعه ويدي لكل واحد النص. شفت بقى؟ لو قابل للقسمه يقسمه، غير قابل للقسمه يبيعه ويدي لكل واحد نصفه. تحالفا وجعل المدعى به بينهما نصفين. كل دي وسائل فرض النزاع عند المسلمين في القضاء الإسلامي، وهي معمول بها على فكرة في القضاء الحالي، لأن القضاء الحالي أصلا واخد من الشرع الإسلامي في كثير من النصوص، خصوصا في المعاملات المالية وفي الإرث وفي إيه وفي الزواج وفي الطلاق وفي غيره. القيافة معتبرة شرعا؟ لا، عندنا في القانون المصري لم يأخذ بها، والأحناف لا يعتبروه مثبتة، فالقانون المصري واخد رأي الأحناف في المسألة، لكنها تبقى من القرائن وليس من الأدلة. القرائن زي مثلا فصيلة الدم، وزي القرائن ممكن تبقى من أي مظهر من مظاهر البينة. ما القرائن ما تبقاش بينة، تبقى بس زي ما تقول مرجحات، فإذا جت مع القرينة بينة يترجع عند القاضي الحق فيقدر يحكم. طب البينة، لكن لا يستطيع أن يحكم بالإيه؟ بالقرائن فقط، لابد أن القرائن تبقى معاها بينة ترجح. خد بالك البيانات الحديثة زي الكاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية، لا برضه ما ياخدش بيها، لكن بيواجهوها في النيابة قبل ما تبقى عند القاضي، يوم ما يجيب له صورته المسجلة ويشوفها بينهار يعترف، تتحول إلى إقرار. لكن لو ظل ناكرا فممكن تبقى فوتوشوب، تبقى فوتوشوبينج، يعني حط صورته على إيه وركبها، فهمت ازاي؟ وعلى شكل ما يقدرش تبقى قرين، ولا حتى الصوت المسجل، لان الصوت ممكن يتقلد والنبرات تتقلد. كل يعني دي اسمها كل دي غير معتبره شرعا في البينة، ولا قانونا حاليا القانون واخد بيها برضو كده، غير معتبره ليست بينه ولكنها قرائن. القرائن دي بتعرض على المتهم، فالمتهم اول ما بتعرض عليه هذه الاشياء بينهار غالبا ويقر، فيبقى الحكم بالاقرار مش بالقرين. لا، لما تفاجئوا بالصور وتفاجئوا بالتسجيل وتفاجئوا مش عارف بايه وتفاجئوا بايه ويحاصروا في اثناء التحقيق، بيقعد ايه ينهار ويقعد يحكي لهم الحكايه من اولها لاخرها، فهمت ازاي؟ فيبقى في الاخر بقى اسمه اقرار، فحكم بالاقرار والاعتراف، والاقرار اللي هو الاعتراف. ومن حلف على فعل نفسه اثباتا او نفيا، حلف على البت والقطع وبموحدة بمثنى فوقية، معناه القطع البت اللي هو القطع، وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف تفسير، يعني من حلف انه هو مثلا عقد على فلانة فتبقى زوجته مثلا، ده فعل نفسه، وهي بتحلف انه ما تعرفوش ولا اتجوزته ولا تعرفه،
فهمت بقى ازاي؟ يبقى هو بيحلف هنا على فعل نفسي اثباتا او نفيا، انه يقول هي زوجتي او مش زوجتي، تدعي عليه انه زوجها عشان عايزه تورثه او علشان تاخد المهر منه بالعفو، وهو اصلا ما فيش بينهم علاقه فبينفي، او هي فعلا زوجته وهو بيثبت انها زوجته لكن معهوش وثيقه، فهمت ازاي؟ يبقى اثباتا او نفيا. ومن حلف على فعل نفسه اثباتا او نفيا حلف على البت والقطع، والبت بموحدة فمثنى فوقية معناء القطع، وحينئذ فعطف المصنف القطع على البت من عطف التفسير. ومن حلف على فعل غيره، يعني والله أبويا إدى المبلغ ده لفلان، يبقى على فعل أبوه، على فعل غيره. أو والله أبويا لم يعطيه شيء وهو مدعي وأخذه مني غصبا، فهمت إزاي؟ يبقى هنا بينفي أو بيثبت بس على فعل غيره. ومن حلف على فعل غيره فيه تفصيل، فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم. النفي المطلق يعني إيه؟ يعني يقول مطلقا أبويا ما عملش كده أبدا ولا يعرف الراجل ده، ده اسمه مطلقا، يعني لا حدد زمان ولا مكان. من حلف وإن كان نفيا مطلقا حلف على نفي العلم، وهو أنه لا يعلم أن غيره فعل كذا. لكن النفي المحصور بقى فيحلف فيه الشخص على البت. النفي المحصور أنه يقول لك إيه، أعطاني كذا في اليوم الفلاني، حدد زمان معين أو مكان معين. ساعتها لما إيه؟ لما ينفي ويحلف على النفي، ينفي على يحلف على البت. لكن لما يبقى غير محصور، لما يحلف بالنفي بينفي العلم مش القطع، بينفي علمه بالشيء، لأنه ممكن يكون فعلا غيره فعل ولكن هو لا يعلم، فهمت؟ فيبقى هي نفي علم وليس نفي حقيقة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على شروط الشاهد إن شاء الله الثلاثاء بعد القدر بإذن الله. الشاهد اللي هو أحد البينات بقى، إحنا عندنا البينة قلنا الإقرار أو الشهود أو اليمين، مش كده؟ إيه البينات اللي بيعترف بها؟ وحطينا الشهود دلوقتي، الشهر العقاري حل محل، وإثباتات الملكية كلها بقى، وثائق إثبات الملكية دي كلها اللي بتبقى موجودة اللي يسموها الحجة، حجة الملكية، حلت محل الشهود في العصر الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.